الكهرباء عندك بشراكة مع الإذاعة الوطنية حول موضوع التحسيس والوقاية وتوعي السائق في الدراجات النارية من مخاطر عدم احترام قانون المرور، ونظرا لتزايد عدد حوادث المرور المتسبب فيها غالبا سواق الدراجات النارية، نظمت مصالح أنمس ولاية بجاية صديقة هذا اليوم حملة تخصيصية لفائدة سواق الدراجات النارية حتى تخصيصهم بوجوب احترام قانون المرور حماية لهم ولغيرهم، مع التأكيد على وجوب ارتداء الخودة إجباريين، وكل مخالف سوف تحول دراجتين نارية مباشرة للمحشر لمدة تتراوح بين 10 أيام فما فوق. ونفس الشيء بالنسبة لشهادة التأمين ورخصة السياقة التي يجب أن تكون مطابقة لنفس الصنف المقرر القانون، مع التأكيد على أي مخالفة متعلقة بالدراجات النارية سوف يتخذ نفس الإجراء لتحول دراجة نارية مباشرة إلى المحشر.